الآن أرحب بضيفي محلل الأول للأسواق المالية في مجموعة إيكوتي الأستاذ سركيس نزار. أهلا بك أستاذ سركيس. أبدأ معك من أزمة التضخم الاقتصادي. يعني يوم أمس أعلنت بيانات التضخم الأمريكية أعلنت عفوا وجاءت إيجابية، أيضا هذه البيانات أظهرت تباطؤ في زيادة الأسعار. السؤال هنا أستاذ سركيس، يعني من خلال هذه البيانات، يعني هل يمكن القول بأن موجة التضخم في الولايات المتحدة قد تكسرت؟ نهاركم سعيد. بالفعل أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت يوم أمس من الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضا في معدل التضخم من 9.1% إلى 8.5%، وجاء هذا الانخفاض أكبر مما توقعت الأسواق المالية والاقتصاديون. لكن باعتقادي التضخم ما يزال مشكلة عالمية، حيث أن الانخفاض في معدل التضخم شمل أدوات الطاقة بشكل عام، انخفضت أسعار البنزين، انخفضت أسعار الغاز. هذا الانخفاض هو الذي تسبب بانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، لكن عندما ندقق النظر في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين سوف نجد ارتفاع كبير، بل أستطيع أن أصفه بأنه ارتفاع هائل في أسعار الغذاء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن أسعار الغذاء ارتفعت ب 10.9%. يعني رغم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلا أن المؤشر التابع للغذاء ارتفع، وهذا الارتفاع هو الأكبر منذ عام 1979. هذا يوضح لنا بأن التضخم ما يزال معضلة. أيضا إذا نظرنا إلى أسعار الكهرباء فقد ارتفعت بنحو أو أكثر من 15%، وهذا الارتفاع هو الأكبر منذ عام 2006. بالتالي تفاصيل معدل التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين تظهر لنا بأن المشكلة ما تزال قائمة. المستهلكون ما زالوا الآن في حالة من عدم الراحة عندما نتحدث عن الكهرباء، عندما نتحدث عن الغذاء أيضا. بالتالي لا أعتقد بأن موجة التضخم قد انكسرت، حتى أن أعضاء من البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم أمس أدلوا بتصريحاتهم بعد أن صدرت هذه البيانات. أذكر منهم إيفان، أذكر منهم أيضا كاشكاري يوم أمس عندما تم الإشارة إلى أن الطريق ما تزال طويلة حتى يعود التضخم إلى المستويات الطبيعية عند 2% المرغوبة طبعا من البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. بالتالي معدلات التضخم ما تزال مرتفعة. إذا خرجنا أيضا من الولايات المتحدة لدول أخرى نجد بأن التضخم المفرط أصبح موجود بشكل كبير في كثير من الدول في العالم. أذكر هنا التضخم في تركيا الذي ارتفع لمستويات قياسية. أذكر أيضا أن دولا الآن تعاني من تضخم فوق 100%. كل هذا يدلني بأن أزمة التضخم ما تزال قائمة. ربما يكون التضخم في الولايات المتحدة انخفض قليلا، لكن في نفس الوقت نحتاج لمزيد من الإثباتات بأن التضخم وصل ذروة. وحتى لو كان وصل ذروة فقد نحتاج لفترة زمنية طويلة حتى تعود الأسعار وحتى يعود التضخم إلى المستويات المنطقية. وهذا ما يشير إلى أهمية أن الاحتياط الفدرالي الأمريكي ما يزال في بداية الطريق في حده من ارتفاعات معدلات التضخم، حتى أن الحكومة الأمريكية تسعى لإقرار أيضا قانون يسعى لخفض التضخم من خلال خطة اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي سيتم التصويت عليها يوم غد الجمعة. كل هذا يدلني بأن التضخم ما يزال معضلة، ما يزال مشكلة مهمة في الاقتصاد الأمريكي، رغم أننا شاهدنا انخفاضه خلال عندما صدرت البيانات يوما. طيب أستاذ سركيس، يعني أود أن أسألك عن هذه النسبة، يعني نسبة الانخفاض في بيانات التضخم الأمريكية. يعني هل بالإمكان اعتبار الانخفاض في هذه البيانات بالنسبة للتضخم هو نجاح لسياسة الفيدرالي بكبح التضخم، يعني من خلال رفع سعر الفائدة أيضا؟ يعني هل يعتبر الفيدرالي ذلك هو السبب، وهل سيستمر في هذا النهج دوريا؟ الآن بالنسبة لدور الاحتياط الفدرالي الأمريكي هو دور واضح جدا في خفض معدلات التضخم، لكن باعتقادي سيحتاج أولا الفدرالي لفترات زمنية طويلة. شهدنا رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس أكثر من مرة خلال هذه السنة، ورفعها ب 50 نقطة أساس
كل هذا في محاولات لخفض دوران النقد في الاقتصاد الأمريكي، لكن لا يجب أن ننسى أيضاً بأن معدل دوران النقد ما زال مرتفع جداً. لذلك باعتقادي السبب الرئيسي وراء انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين وهو التضخم هو الانخفاض في أسعار النفط والطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. فلولا هذا الانخفاض فسيكون الفدرالي الأمريكي قد فشل تماماً في أن نشهد انخفاض في معدلات التضخم. الفدرالي الأمريكي من المحتمل أن يستمر في نهج التشديد النقدي طوال هذه السنة وربما أيضاً العام المقبل. مستويات فائدة عند 3.5% نهاية هذه السنة غير مستبعدة أبداً. فلماذا هذه التوقعات؟ لماذا أيضاً أعضاء الاحتياط الفدرالي الأمريكي أو عدة أعضاء منهم يتوقعون خفض معدلات الفائدة قريباً من 4% العام المقبل لو كان التضخم قد تجاوب كما هو مطلوب مع رفع الفائدة؟ لذلك نرى أن توقعات استمرار رفع الفائدة هي دلالة على أن الانخفاض في التضخم قد لا يكون كله سببه سياسات الاحتياط الفدرالي الأمريكي. لا شك أنها ساهمت في تقليص نوعا ما الانفاق بشكل او باخر في بعض التغيير في العادات الاستهلاكيه، لكن لا استطيع ان اقول بان الفدرالي الامريكي نجح في خفض معدلات التضخم، ربما في المستقبل سينجح في ذلك مضحيا بعض الشيء في النمو الاقتصادي، لكن حتى هذه اللحظه السبب الرئيس وراء انخفاض معدلات التضخم هو انخفاض اسعار الطاقه عالميا. ايضا سيد سركيس، يعني هناك ارتفاع في مؤشرات الاسهم الامريكيه، يعني والمعروف بان رفع الفائده مضر باسواق الاسهم، يعني برايك ما هي الاسباب التي ادت الى ارتفاعها؟ بالفعل اقتصاديا، عندما نتحدث اقتصاديا، رفع الفائده يعتبر سلبي بالنسبه لاسواق الاسهم، هذا ما درسناه في كتب الاقتصاد بالفعل، لكن دعونا ننظر إلى التالي، دعونا ننظر إلى الإحصاء ماذا يقول خلال الفترات الزمنية الماضية عندما كان الاحتياط الفدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة. آخر دورة تجديد نقدي ورفع فائدة من قبل الاحتياط الفدرالي الأمريكي بدأت شهر ديسمبر من عام 2016، ماذا حصل آنذاك؟ بدأ مؤشر ستاندرد أند بور وهو مؤشر كبرى الشركات الأمريكية بالارتفاع وبقي ضمن اتجاه صاعد. الفدرالي الامريكي يشدد السياسه النقديه ويرفعها ومؤشر ستاندرد اند بور يرتفع بشكل تدريجي حتى وصل الى عام 2018. نتحدث عن فتره زمنيه طويله من الارتفاع في مؤشر ستاندرد اند بور رافقها ايضا تشديد في السياسه النقديه. لم يبدا مؤشر ستاندرد اند بور انخفاضه في عام 2018 الا مع بدايه حرب التجاره ما بين الولايات المتحده والصين. برغم ان النظره الاقتصاديه تشير بان رفع الفائده قد يكون مضر لاسواق الاسهم والمستثمرون حينها يفضلون دين ثابت، لكن التاريخ يخبرنا بان هذا لا يحصل دائما وان اسواق الاسهم ترتفع. لننظر ايضا الى حركه نفس المؤشر، مؤشر ستاندرد اند بورز الشهر الماضي ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز باكثر من 9%، هذا الشهر ارتفع ايضا 2%. كيف تفسر هذا الارتفاع؟ هذا الارتفاع سببه هو توجه المستثمرين للبحث عن استثمارات بعائد يفوق ادوات الدين الثابت، هذا ما يزيد الطلب ايضا على الاسهم مما يشير الى احتماليه استمرار الارتفاع. المستثمرون يركزون على عده نقاط اساسيه، اولا نتائج اعمال الشركات، نتائج اعمال الشركات جاءت افضل بشكل عام في التوقعات رغم انها اظهرت انخفاض الربع الثاني الماضي في عديد منها في اداء تلك الشركات الامريكيه، لكن في نفس الوقت جاءت اغلب النتائج افضل مما خشيت الاسواق الماليه. ايضا الاقتصاد الامريكي لو نظرنا الى تفاصيله، اخر بيانات للوظائف التي صدرت الاسبوع الماضي اكدت بانخفاض معدل البطاله من 3.6% الى 3.5%، هذا الانخفاض معدل البطاله يعني بان معدل البطاله وصل الى ادنى مستوى له قبل جائحه كورونا، اسواق وظائف قويه، انخفاض استهلاكي قوي، هذا ما حفز اسواق الاسهم حتى مع الانكماش الاقتصادي الذي حصل، انكمش الاقتصاد الامريكي الربع الاول ب 1.6%، الربع الثاني 0.6%،
4%، لكن هذا الاندماج لم يرافقه انخفاض في الانفاق الاستهلاكي، بل كان بفعل مخزون، بفعل تقليص الانفاق الحكومي وغيره من التفاصيل التي لم تشمل على الاغلب الانفاق الاستهلاكي. كل ذلك يجعل من اسواق الاسهم جذابه للمستثمرين، واعتقاد باننا نشهد اي مزيد من الموجات الصاعده الا اذا حصل امر اقتصادي طارئ ومفاجئ غير متوقع. ذلك اخيرا موضوع الفوائد الامريكيه. كان المستثمرون يخشون الأسوأ بالنسبه لرفع الفائده، كانوا يعتقدون بان الفدرال ريزرف رفع الفائده ب 75 نقطه اساس عده مرات. لكن اذا نظرنا الى توقعات الفدرالي شهر سبتمبر ايلول المقبل، اصبحت توقعات الاسواق تشير لاحتمال رفع الفائده ب 70 نقطه اساس، وهذا اقل 75 نقطه اساس، فيتم هنا اعاده التسكير بالنسبه لاسواق الاسهم، وهذا ايضا ما زاد جاذبيتها بالنسبه للمستثمرين، وهذا ما قد يستمر في دعم اسواق الاسهم الذكيه بشكل عام. تحدثنا كثيرا عن التضخم، أود أن أسألك عن أبرز الأزمات الاقتصادية الحالية، هل يعتبر التضخم هو الأبرز من بين هذه الأزمات الحالية؟ أيضا كيف يقاس التضخم الفعلي أستاذ سركيس؟ الآن بالنسبة للأزمات الاقتصادية في الحقيقة هي متعددة حاليا، بعضها مرتبط بتوترات جيوسياسية، لكن هنا سننظر الآن إلى الظروف الاقتصادية. بالنسبة للتضخم هو بالفعل هو أحد أهم الأزمات الاقتصادية، بل أن كل الأزمات الاقتصادية حاليا تصب في التضخم ليظهر تأثيرها المباشر على المستهلكين ويحد من العادات الاستهلاك أو يحد من الإنفاق الاستهلاكي. لكن هنالك بعض المشاكل الأخرى المتواجدة، مثل على سبيل المثال الحصر سلاسل التوريد وتعثرها، هذه الأزمة لم يتم إيجاد حل جذري لها حتى الآن. هنالك أيضا موضوع آخر، رفع الفائدة في البنوك المركزية حول العالم يعتبر أيضا أحد الأزمات الاقتصادية. لماذا؟ لأن رفع الفوائد في البنوك المركزية في العالم يعني احتمالية أن نشهد ضعف اقتصادي، بل أني أتوقع خلال الفترة القصيرة المقبلة أن نشهد المزيد من الانكماش في الاقتصاد الأمريكي، وأن يدخل أكبر اقتصاد في العالم في الركود. بالفعل اقتصاد الصين انكمش خلال الربع الثاني الماضي. أيضا هنالك حالة من الضعف في اقتصاد منطقة اليورو. بريطانيا ننتظر منها بيانات اقتصادية، أيضا من المحتمل أن تظهر بأن متوسط النمو الاقتصادي قد انكمش، وكل ذلك يدل بأن الأزمات الاقتصادية متعددة، أهمها التضخم، لكن أيضا النمو الاقتصادي المتباطئ يعتبر واحدة من أهمها. طيب أستاذ سركيس، أنتقل معك إلى أزمات الطاقة، يعني أبدأ معك من النفط، ماذا عن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، إلى أين تتجه بنهاية 2022؟ بالنسبة لأسعار النفط باعتقادي هي حاليا دخلت ضمن نطاقات محدودة ميالة قليلة للانخفاض. يوم أمس صدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ليظهر انخفاض المخزون بنحو 5.5 مليون برميل، لكن هذا المخزون الذي انخفض هو المخزون التجاري. إذا نظرنا إلى الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة فقد انخفضت ب 5.3%، فالمخزون التجاري الامريكي ارتفع على غير المتوقع ب 5.5 مليون برميل، بينما الاحتياطيات الاستراتيجيه انخفضت ب 5.3%. بشكل عام خفضت اداره معلومات الطاقه الامريكيه توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، وكذلك خفضت توقعاتها لهذه السنه للاستهلاك الامريكي او نمو الاستهلاك الامريكي وكذلك نمو الانتاج الامريكي. يظهر أمامي حاليا بحسب الأرقام التي أصدرتها مؤخرا بأن الوكالة تتوقع أو إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يكون معدل متوسط الاستهلاك اليومي 99.43 مليون برميل يوميا، وهذا المستوى ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا التي وصلت بأكثر من 100 مليون برميل. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الطلب العالمي على النفط
يتراجع بشكل تدريجي، وهذا ايضا رافقه سابقا الارتفاع الهائل باسعار الطاقه الذي تسببت فيه التوترات الجيوسياسيه، لكن بعدها بدات الاسعار بالانخفاض مستجيبه لتوقعات انخفاض الطلب العالمي. فمن جهه نحن امام توترات جيوسياسيه، ومن جهه اخرى نحن امام انخفاض توقعات المزيد من الانخفاض في الطلب العالمي على النفط، وبالتالي النطاقات الجانبيه قد تسيطر على الاسعار لكن مع بعض الميل للانخفاض للفتره المقبله. أيضا في موضوع الطاقة، يعني وصل مستوى ملء المستودعات في مستودعات التخزين الغاز بالنسبة للغاز في ألمانيا إلى هدفه الأول، وهو ما يصل إلى 75%، يعني على الرغم من انخفاض التدفقات من روسيا. كيف تفسر هذا الارتفاع أستاذ سركيس؟ تقليص الاستهلاك، هذا هو السر وراء رفع المخزونات من الطاقة إن كانت من الغاز وغيرها في عديد من دول منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي. لاحظنا سابقا مطالبات عديدة بخفض الاستهلاك، وهذا ما حصل فعليا. هنالك تدفقات بالفعل، روسيا لم تقطع الإمدادات تماما عن أوروبا بل انخفضت، لكن تقليص الاستهلاك هو السبب الرئيسي باعتقادي وراء ارتفاع المخزونات واقترابها نوعا ما من الاهداف المطلوبه. لكن يجب ان اشير ان هنالك بعض الدول ما زالت تعاني من نقص المخزون، بل هي قلقه من وصول فصل الشتاء وان لا تكون المخزونات قد وصلت الحد المستهدف لمواجهه فصل الشتاء. بالتالي اذا تحدثنا عن المانيا فتقليص الاستهلاك باعتقادي هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع في المخزونات الذي حصل، لكن الازمه ما زالت موجوده، ازمه الطاقه في اوروبا لم يتم حلها ابدا بشكل جذري، حلول ازمه الطاقه في اوروبا ستتطلب اشهر عديده قبل ان نستطيع ان نقول بان الازمه قد انتهت، فحاليا ما يحصل هو تقليص الاستهلاك في سبيل ملء المخزونات. أنتقل معك إلى أسواق أو أسعار الذهب، يعني شاهدنا تراجع بأسعار الذهب يعني بعد تصريحات لمسؤولي الاحتياطي برفع السعر الفائدة، يعني على الرغم من تباطؤ التضخم، إلى أين تتجه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟ الآن بالنسبة لأسعار الذهب بالفعل كما تفضلت عاودت انخفاضها أمس بعدما لامست مستويات فوق 1800 دولار للأونصة الواحدة في البورصات العالمية، ليتداول هذا اليوم ما دون 1800 دولار. جاء الانخفاض وسط احتمالات أن يرفع الفدرال الأمريكي الفائدة، وهذا الرفع بالفائدة يعتبر ضمنيا مضر لأسعار الذهب. يجب أن ننظر إلى أسعار الذهب بأنها لا تتأثر فقط في معدلات التضخم ولا تتأثر فقط في حركة الدولار الأمريكي، بل هنالك عدة مؤثرات في أسعار الذهب، والتي أهمها التي حصلت هذا اليوم ويوم أمس هي الثقة الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم وارتفاع ثقة المستثمرين. هذا الارتفاع في ثقة المستثمرين قلص من التوجه لطلب الملاذات الآمنة والتي أحدها الذهب، وهذا ما الموجات الصاعدة. كذلك الأمر عندما ارتفعت الأسعار فوق 1800 دولار، هنا بدأت عمليات جني أرباح، وهذا ما أعاد الأسعار للانخفاض. توقعاتي لأسعار الذهب اقتصاديا، الأسعار ما زالت تعاني من ضغط هابط، حتى لو شهدنا بعض الارتفاع لكن الضغط الهابط سيبقى مستمر على الأرجح، وسط احتمالات أن تستمر البنوك المركزية حول العالم برفع معدلات الفائدة. نتحدث الآن فنيا عن حركة أسعار الذهب. أسعار الذهب من الصعب جدا أن ترتفع إلا إذا تخلصت من المقاومة حول 1810 دولارات للأونصة الواحدة. طالما استقر سعر الذهب ما دون هذه المقاومة فهو مرشح لأن يشهد بعض الانخفاض، لكن إذا ارتفع فوق هذه المقاومة هنا أستطيع أن أقول فقد دخلنا في موجة صاعدة، قد تكون موجة صاعدة قصيرة الأمد لأن الاتجاهات متوسطة الأمد ما تزال تشير إلى احتماليات انخفاض الأسعار بتأثير أولاً توقعات انخفاض التضخم حتى لو طال زمن انخفاض التضخم، وايضا توجه البنوك المركزيه لرفع الفوائد، مما يجعل هنالك بدائل عديده عن الذهب والتي منها سندات الحكومات او الصناديق.
قبل أن أختتم معك أستاذ سركيس، أود أن أدخل في عالم العملات. يعني هناك تأثر ببيانات التضخم، فالدولار تراجع أمام سلة من العملات. يعني أيضا كيف ترى حركة العملات أمام الدولار خلال الفترة المقبلة؟ الآن منطقيا ما تزال توقعات الاحتياط الفدرالي برفع الفائدة، وهذا يفترض فيه أو كما اعتقد البعض بأن ذلك قد يبقي على قوة الدولار، لكن ما حصل في الدولار الأمريكي خلال تداولات هذا اليوم في يوم أمس هو إعادة تسعير. كانت الأسواق المالية تسعر أن يرفع الفدرالي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل سبتمبر، لكن عندما خفضت احتمالات رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس وزادت احتمالات رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس بعدما انخفض التضخم، هنا تراجع الدولار الأمريكي في عمليات أولا جني أرباح ثم إعادة تسعير. من ناحية أخرى، البنك المركزي الأوروبي توجه لتجديد السياسة النقدية، بنك إنجلترا المركزي أيضا متوجه لتجديد السياسة النقدية، بنك سويسرا الوطني أو البنك الوطني السويسري قدم مفاجأة برفع الفائدة ب 50 نقطة أساس على غير المتوقع، بذلك نرى بأن العديد من العملات الأجنبية أمام الدولار تقوم البنوك المركزية التابعة لها تلك العملات برفع الفائدة، ورغم أن رفع الفائدة ليس بالكم والمقدار والسرعة التي يتوجه فيها الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة، لكن هذا أيضا تسبب في إعادة تقييم لأزواج العملات وتسبب في انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات خصوصا اليورو الذي يشكل الوزن الأكبر في مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. فعندما ارتاء المتداولون بأن البنك المركزي الأوروبي ربما سيستمر برفع الفائدة، هنا شاهدنا ارتفاع اليورو. على سبيل المثال رأينا ارتفاع اليورو من مستويات ما دون الدولار أو ما دون نقطة التعادل ليتم تداوله اليوم عند الدولار هو 3 سنتات أمريكية. هذا الارتفاع كله سببه إعادة تقييم فروقات أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي نهاية هذه السنة، وهذا أيضا ينطبق على الجنيه الاسترليني والين الياباني وغيره من العملات التي قلصت من قوة الدولار. هنا لا أقول بأن الدولار ضعيف، بل أن الدولار ما زال قوي، وما زلت أعتقد بأن الدولار على المدى المتوسط والطويل ضمن اتجاه صاعد، لكن على المدى القصير لا يجب أبدا استبعاد أن نشهد المزيد من الضغط الهابط على الدولار ضمن عمليات إعادة التسعير التي أشرت لها. الأستاذ سركيس نزار، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.